صباح الورد. شنو هو الماجيك مايند أو العقل المبدع، العقل الساحر؟ مثل ما تعرفون دماغ الإنسان مقسم إلى قسمين، فص أيمن وفص أيسر. عادة البشر يشتغلون بالفص الأيسر من الدماغ اللي هو مسؤول عن التفكير والتحليل، أما الجزء الأيمن اللي هو مسؤول عن الحدس والإبداع والإيماجينيشن غالبا ما يكون خامل. لحد ما تصير عندكم الحكمة الكافية الماتوريتي بأنه ينفتح هذا الجزء من الدماغ إلى الحدث والإبداع و the beautiful magic of yourself. فإذا عملية توسع العقل هي عملية طبيعية، مو تحاولون تسووها بطرق معينة وبعد ما تكون عندكم الجاهزية الحقيقية ساعتها ممكن انه بالعكس تحسون بضياع أكثر، بعدم اتزان أكثر، وإنما اسمحوا للتسلسل الطبيعي للناتشرال بروسس بأنه هي تأخذ مجراها ويتوسع العقل أكثر وأكثر لحد ما احنا نسميه يصير the magical mind أو the divine mind، العقل الكوني أو الإلهي. فإذا عملية طبيعية جدا تأخذ مجراها الطبيعي لو احنا سمحنا. شنو معنى السماح؟ معناها بأني لا أتمسك أو لا أقاوم التطور الطبيعي لذاتي، لوعيي، لعقلي، لجسدي، لكل كيان. وإحنا باي ذا واي لما نقول إنه إحنا نسمح، I allow، إحنا دا نسمح لشنو بالضبط؟ لأنه أكو ناس حتى السماح أو الallowing حاطين له شروط وأجندة. أسمح للشخص الفلاني بأنه يرجع لحياتي، أسمح لخشمي بأن يصغر، أسمح لنفسي بأن أكون the most sexiest lady in the world، أسمح للمبلغ الفلاني بأنه يوصلني إلى آخره. هذه مو سماح، it's not allowing anymore، this is conditions، هاي شروط وأجندات. السماح الحقيقي من غير أي شروط أو أجندات. بالحقيقة إحنا لما دا نسمح، إحنا دا نسمح لكل ما إحنا. You are allowing more of you، more of who you are. فإحنا لما ما نكون رافضين حتى للعقل، لأنه لاحظت إنه lately الناس صارت بدل ما كانت كلش متمسكة بالعقل والأفكار والتحليل، شافت إنه هذا الشيء دا يتعبها أو ممكن دا يوقفهم من طريق تطورهم الروحي، فصاروا هالمرة يرفضون العقل ويحاولون يقاومون هذا الشيء اللي موجود على رأسهم. خلونا هالمرة نسوي علاقة جديدة مع عقلنا، بدل ما تكون محدودة تفكير وتحليل وقلق ومخاوف وكل هاي الأشياء، خلونا نسوي علاقة حب، علاقة سماح مع عقلنا، مع our own mind. فبالبداية خلونا نفهمه حتى نصادقه، نصاحبه بدل ما يكون عدونا يكون صديقنا. فحتى نفهمه أولا خلونا نتصور إنه الدماغ هو البروسيسر أو السي بي يو مال الكمبيوتر، اللي هو كمبيوتر بروسيسنج يونت. أوكي، الجزء اللي موجود بكمبيوترك اللي مسؤول عن الترانسليشن of the zero ones zero ones إلى شكل أنت تفهمه، سواء كانت كلمات، صور، صوت معين، حركة إلى آخره. فهو الجزء اللي موجود في دماغك اللي يترجم لك هذه الطاقة أو الذبذبات إلى أشكال معينة تقدر تتواصل عن طريقها، لكنه ليس مخترع، هو ما دا يشي بشي من عنده، ما
بدأ يخترع شيء من عنده، ولهذا دائما دائما بجلسات التنويم يسألوني معقول هذا اللي دا أشوفه صح ولا أنا دا أخترعه، عقلي دا يخترعه. فدائما أقول لهم عقلكم ليس مخترع، هو مستقبل، أوكي، هو دا يستقبل طاقة وذبذبات وبعدين دا يترجمها بطريقة معينة. فالعقل ليس مخترع ولا هو الجزء المسؤول عن تخزين الداتا. يعني السي بي يو مو هو اللي يخزن الداتا، وانما اكو جزء اخر اسمه هارد ديسك، هذاك هو اللي يخزن الداتا والميموريز. يعني الذكريات ماذا تجيكم من عقلكم وانما من الهارد ديسك اللي موجود في مكان اخر وليس في الدماغ. فبدل ما نقاوم او نرفضه راح نقول له ثانك يو سو ماتش، انت كلش دا تخدمني، وهسه انا وياك راح نتوسع سوية انه نروح تو ذا ماجيكال مايند، نخلي حتى الفص الايمن من العقل تصير له اكتيفيشن، نبدي نحس اكثر، يكون عندنا تجارب حسية عميقة، يصير عندنا هذا الحدث أو الانتويشن، فراح نشعر بالأمان إنه نتوسع سوية شوية شوية حتى نقدر نستوعب التغييرات الجميلة اللي دا تصير لنا سوية. أنا وياك في أبعاد أعلى راح نقدر هالمرة نتذكر أحلامنا، نتذكر نسخنا اللي موجودة في أبعاد أخرى، ونجيب المعلومات اللي نريدها ونتوسع بها.